واما رئيس فواز المعلم ابراهيم النادي لما شاف الولا مرسي في النيابه سال عرف يعني ولا مؤاخذه انه تهجم على الجماعه عندكم واتعمل له محضر والمحضر اتحول للنيابه. وبعديها الولا رياض صاحب الولا مرسي من كام يوم كان جالنا القهوه قال ايه جاي يسلم علينا وسال عليك. سال علي ليه؟ أنا ما خدتش في بالي وعمل نفسه قال ايه ما يعرفش جوازك من شاهد ولا يعرف عملة الولا مرسي ولا يعرف حكاية المحضر، وقال ان هو ما بيشوفوش خالص. انا في الاول صدقته، لكن بعد ما المعلم ابراهيم شافه امبارح مع مرسي في النيابة وسأل وقال لنا انا بصراحة شكيت فيه، واللي اكد لي شكي الولا فتعالى الله يكرمه. لما عرف الحكاية مني قال لي خد بالك يا ريس سيد، الولا رياض مديته في القهوة ما كانتش صدفة، لا ده كان جاي قاصد يعرف أخبار عن المعلم فواز. أنا بصراحة خفت عليك نيابة وواحد بيتطقص عليك والعيال دول صيع، واحد ما يطمن لهمش برضه. وعشان كده كان لازم نيجي ونقول لك يا ريس فواز تلدياتي برضه وتخصني. فيكم الخير يا جماعة. لا 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 ما تقولش كده يا معلم فواز، الله ده في عشرة ولقمة عيش بينا وبين بعض، الله والعشرة ما تهونش إلا على ولاد الحرام. كنت يعني زعلتك بكلمة كده ولا كده، فمعلش أنا بنحبك ويهمني مصلحتك. تشكر يا سيد. ولو عيال دول حاولوا يعني يجوا ناحيتك أو يتعرضوا لك اتصل بيا وأنا نعرف نتصرف معاهم. أيوة دي بلد اسكندرية ونعرف فيها يا رجالة تاكل الزلط. وانا كمان رئيس فواز مستعد اقف وياك برقبتي. سعيد يا اصيل يا فتح الله، اشرب الشاي. شاك حلو يا فتحي. مع الف سلامة يا رجالة، انستوا وشرفتوا. الله يخليك يا رئيس فواز. قعدوا علي عاد. السلام عليك يا رئيس فواز. مع السلامة. مع السلامة. ما تاخذنيش يا ريس سيد. ايه في ايه انا؟ انت ليه ما قلتش للريس فواز ان الواد اللي اسمه رياض جه وعرف من كلامي ان مرته وبناته نزلوا اسكندريه؟ ونقول له ليه انا؟ عشان ياخد حذره من العيال دول. والله انا كنت بكلمه وجاب فكر الموضوع ده لكن ما رضيتش. ليه؟ يعني مش عاوز ارعبه من حاجه لسه احنا مش متاكدين منها. ازاي يعني؟ العيال دول يعرفوا مكان عياله ومراته؟ لا. حلو قوي. ازاي بقى انا هرعبه بالموضوع ده من غير ما اتاكد؟ انا بس الاحتياط واجب. الاحتياط واجب؟ ايوه. فكرك يعني ان انا لما اكلمه في الموضوع ده هيروح يقول لمراته خدوا بالكم احسن طليق مراتي هيأذيكم؟ لا دي صعبه قوي. عشان كده ما جبتلوش سيره. الله ينور عليك يا عم سيد. الله يفتح عليك يا عم فتح الله. يلا امشي قبل المشي ما يخلص. يلا حبيبي. اوعي تقولي لجوزك ان احنا رحنا لدكتور امراض ناسا ولا ان الدكتور قال لي انك حامل. خبي عليه خالص دلوقتي، ما تنسيش ان الحمل لسه في اوله وممكن يحكم عليك التنزيل اللي في بطنك. وهنفضلوا مخبيين عليه لحد امتى؟ لحد ربنا ما يريد. حتى عارف بكره هيحصل فيه ايه؟ فين ولا رايحة فين؟ أنا كنت أنا وأمي تحت بنشتروا شوية طلبات. لا تحت ولا فوق، من هنا ورايح. طلباتك تقضيها بالتلفون وأنا هنبه على السوبر مارك والخضري يجيب لك طلباتك لحد هنا. الله، هو في إيه يا فواز؟ هاي يا بنات، مش عايزين أي مساعدة؟ لا خليك انت قاعده مع الدكتور اسماعيل واحنا هنجيب الحاجه. دكتور اسماعيل مين؟ دكتور اسماعيل جوزك. لا ده زمان وصل عند مامته. انسي بقى. ايه ده، هو مش من غير ما يشرب الشاي؟ ده انا كنت عايزه اقعد وياه شويه. يا ستي هيدرس لك ماده مسرح وتلفزيون وهتزهقي منه وتقولي اللي انت عايزاه انت وهو. طب وانت وهيدرس لك وضمنت الماده من قبل ما تدخلي الامتحان، طب وانا هعمل ايه؟ طب يلا بقى خلصوا بسرعه عشان عايزه اقعد معاكم شويه قبل ما انزل. ايه تنزلي؟ اه اوعكي تنزلي قبل ماما ما تيجي تشرب الشاي كمان، تزعل منك قوي. تزعل مني ايه؟
قوي 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 يس قوي قوي يعني بسرعه بقى. استني استني عندك الساق. ايه ده؟ ايه بت ده شاي؟ عايزه تاكلي بالشايب؟ الشايب ما ياكلش، الواد ده هو بس اللي ياكل. ليه يا جده؟ هو مش الشايب ده اكبر من الواد؟ ايوه. خلاص يبقى ياكل اكتر منا. عبيطه البت دي، انت عبيطه يا بت. انت مالك انت؟ انت مش لعبتي قبلي واتغلبتي؟ اتغلبت اه، بس كانت بتلعب صح، ما كانتش بتقول ان الشايب اكبر من الواد. هو اكبر من الواد صح، لكن ما ياكلش علشان الشايب عجوز ملوش سنان ياكل بيها. عجوز زيك كده يا شده. خلاص يا بنت قطع لسانك، ده انا صبيه اكتر منك. العجوزه هي امك. يا بنات. ايوه يا ماي، احنا هنا في الصالون. عنك انت يا ماي. تعالي جدتك اتعجول عليك عجوزي. خباصه، ما انا عجوزه صح. بهزر يا بنت بهزر. امال وين الدكتور سماعين؟ راح لامه، بيقول انها وحشته. وماله يا ماما لما توحشوا؟ ما انت كمان يا ست الكل بتوحشين. فيكم اللي بوحشوا وفيكم اللي ما بوحشوش. المهم يا نواره، انت ما بتخليش الواد رجب البواب يشيل الحاجات التقيله عنك ليه؟ لا 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 رجب يا نحله، لا تجرسيني ولا عايزه منك عسل، خليه بعيد احسن. عندك حق يا نواره، بصراحه انا كمان زيك كده ما بحبوش، شكله يا ماما مريب وله نظرات كده غريبه. ايوه عندك حق. ليه؟ عمل لك حاجه؟ قولي لي وانا اقطع لك رقبته، ده لما يشوفني يترقش موت. ما تشرب الشاي يا استاذه، ما تشرب الشاي يا خال. حاضر. هدك بنت ياسمين بتعمل شاي اخر مزاج. امال انا بعمل اهل لوحدي ليه؟ عشان ما حدش يعرف سر الخلطه. الله 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 الله، عندك حق يا بنت ياسمين، عندك حق. الاستاذ سماعين هيدا ازهار السنه دي ولا ايه؟ ان شاء الله، لان هي السنه دي عندها ماده اسمها مسرح وتلفزيون، واسماعيل هيدرسها لها عشان هو اداب مسرح. زين زين. وحتى المواد التانيه مش عايزاكي تقلقي، لان كل اللي هيدرسوا لها سواء معيدين او دكاتره زمايل. البنت جايبه جيد مرتفع، يعني شاطره. يا عيني عليا انا، محدش في العيله في هندسه. اتجدعني، وزي ما جبتي هنا جيد جدا، هاتي هنيه ممتاز. ممتاز. ايه الاخبار يا ماما؟ صفوت وعنان بيسالوا عليكي. عنان هو ومرته كانوا عندي هنا هوت الاسبوع اللي فات، دايما يسالوا. الدور والباقي باجي على اخوكي صفوت، بطل حتى يعمل تليفونات. الزهر هو ومرته خايفين من الفاتورة. بالحق يعني الدكتورة سلوى لما بتتصل وانا يعني بالصدفة كده بالصدفة بكون برد عليها، بحس انها بتقفل في الكلام، مش طايقة تتكلم. ما تاخديش في بالك، هي سلوى كده كلامها قليل ودمها تقيل، حتى ولادها بطلوا يسألوا عني. يا ستي ولا يهمك، سألوا ولا ما سألوش، ما هو ربنا يبارك لك بقى في نواره واولادها، مليين عليك البيت. الحمد لله. ربنا يسعدك يا نوال ويعوض عليك يا رب. يا رب. هي دي اللي نفسي اشوف ولادها. انا مش عارفه يا ماما الموضوع ده قلقك قوي كده ليه؟ يعني ده انا ما بقاليش غير سنه ونص بس متجوزه، وبعدين بقى انا واسماعيل رحنا للدكتور وطمنا وقال ان مفيش اي مانع عند اسماعيل او عندي ان انا اكون حامل، بس بقى الباقي على ربنا. ونعمة بالله يا بنتي، ونعمة بالله. ده فرح مرت خالي قعدت حوالي 6 سنين ما تخلفش، لكن بعد كده ربنا كرمها وجابت توم. لا توم ايه بقى؟ ده انا بس عايزه من ربنا واحد بس، عيل واحد، وبعد كده موضوع التوم ده نبقى نفكر فيه بقى. انا عايزك يا ابني تطمن من ناحيتنا انا وشهد خالص، ما تقلقش علينا، احنا كويسين. انت عارف المحضر اللي انا عملته له في الكراكون مش هيخليه يفكر ينهوب ناحيتنا خالص خالص، لان اي شعره تمسنا هيجرجروه على ملا وشه حتى لو ما كانش له دعوه. معقوله يما؟ ايوه طبعا معقوله. مش معقوله ليه؟
انت مش فاكره حكايه الوليه ام فاكيها لما جوزها كل يوم كان بيرنها علقه وكانت عايزه تتطلق منه وما رضيش يطلقها، راحت القسم وخدت عليه تعهد وبقت كل يوم والتاني تضرب راسها في الحيطه وتخرر نفسها دم وتروح القسم يجرجروه لغايه الراجل ما زهق وطفش وطلقها. يا ترى يا حماتي شاهد هتقدر تضرب راسها في الحيط؟ ده انا بنخاف من صوت القطه. شاهد دي بتخاف من نقطة الدم. طب وانتي هتقدري تضرب راسك في الحيط؟ انا شهد قطة وانا عصفورة. اطمن يا ابني من ناحيتنا خالص. تطمنيه ياما بحكاية ام فاكيها دي؟ طب ام فاكيها حرامية وجوزها نصاب. خلاص بقى اللي جه على لساني، ما فكرتش في حاجة غير كده، انا بس عايزة اطمنه خلاص. انا من ناحيتكم اطمنت، انما التانيين دول اللي جم الصعيد. طب ومرسي ده هيوصل لهم ازاي؟ هيعرف مكانهم منين؟ يا شاهد اللي بيحط حاجه في راسه بيقدر يوصل لها. بقولك ايه، انت فاهم مرسي ده ايه؟ رئيس عصابه؟ ده واد خايب. اسمع يا حماتي، انتوا عملتوا له محضر ووصلوا للنيابه وبقى فيه قضيه، وانا طردته مع القهوه كنت هضربه هو واصحابه. بني ادم منين لما الانتقام يسيطر على نفوخه بيعميه، ولما يعمه بيلطش ما بقاش عارف هو بيعمل ايه، ولا الانتقام ده ممكن يوصله لفين. وسؤاله عني يبقى ناوي ينتقم مني في مين؟ الله اعلم. انا رايح القهوه، خلي بالكم من روحكم بالاذن. يعني ياما ما لقيتيش ياما غير المثل بتاع ام فاكيها ده؟ ربنا يديك يا ولدي ويفرحك بعيالك. هو انت لما روحت المرأة عشية مش كانت زينة؟ يا سلام، كانت زي الفل. امال مالك شايل طاجن ستك ليه؟ مالي كيف بس يا ابوي؟ ما انت شايف حالي، الراجل من هنا بيتجوز عشان يستقر يلاقي له بيت يرتاح فيه، وانا متشحطط من هنا لبيت حماتي، البيت اللي انا قاعد فيه لحالي، لحد ما الواحد بيندم بيقول يا ريتني ما اتجوزت. ليه كده يا ولدي؟ على الاقل يا ماي الواحد ما كانش بيتحمل مسؤوليه. ايه مسؤوليه ايه اللي بتحملها يا ابو مسؤوليه؟ امال انا اقول ايه اللي تحملت مسؤوليتكم انت واخوك سعد؟ وقبل ما تشبوا للدنيا جدك مات، تحملت مسؤوليه اعمامكم وعمتك نواره، جيش متعلق في رقبتي وما قلتش جاي انت تصرخ من مسؤوليه مرتك الغلبان اللي بقالك كم شهر متجوزها وقعدت عند اهلها اكتر ما قعدت في بيتك. يعني يا ابوي شايفني انا مبسوط بقعدتها عند اهلها دي؟ معلش يا اخوي استحمل، بكره مرتك ترجع البيت بالسلامه ومعاها ولدها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك ايه؟ خير يا ابوي؟ ان شاء الله لما جامعتك تفتح هتشتغل برضك في المكتب ده؟ على قد ما اقدر وحسب محاضراتي، انا اتفقت ويا الاستاذ على ده. طب مش كان واجب برضو تديني خبر بالاتفاقات دي؟ ولا انا خلاص ما بقاش لي عازة مدام حضرتك بتشتغل وتكسب من كدك وعرقك؟ او ماله يا اخوي، هو احنا بدك الساعة لما ولدنا يبقى راجل محامي كد الدنيا بيشتغل ويكسب من شغله؟ روح روح يا ولدي روح، ربنا ينور لك طريقك ويبعد عنك ولاد الحرام. حبيبتي حبيبتي. ايه على وين نازل اسيوط؟ ورا استناني اطلع نواره فوق واخدك معاي، انا نزل هناك. ماشي اتفق. بقول لك ايه يا ابو نواره؟ نعمين ابو نجاتي. لما انت ناوي ترفع قضيه باسم اختك مش كان واجب برضو تديني خبر بدل ما نعرفه من وكيل المحامي؟ طب ما انت عارف ان نواره هترفع قضيه وانت اللي طلبت كده. بس ده ما يمنعش انك تديني خبر.
بدل الراجل ما يحس ان كبير العيلة زي الاطرش في الزفة. فتتني دي، معلش يا اخوي، حقك على راسي من فوق، عن اذنك. يلا حبيبتي. وين الحكاية؟ ايه اللي جرى؟ انا بقيتها فيا ولا ايه؟ ما حدش عاد بيعمل لي اي حساب، لا اخ ولا اخت ولا حتى عيب. لا لا يا اخوي ما تقولش كده، ده انت سيد الدرينا كلهم رجاله وحريم، ده احنا قاعدين في البلد بحسك ورافعين راسنا بيك. امشي هاد روح، شوف انت رايح وين. استنى يا سعد، ما هو يا اخوي مستني عادل بسلامته لما ينزل. قلت لك امشي، تمشي وياك اجرة المواصلات. يلا روح. ايه ايه سعد؟ وين سعد؟ مشى من بدري. انت احق باجرة الزبون اللي حيركب مكانه. طب سمي سمي عبد القادر، سمي ايه سمي، اديها لصفية. هات يا اخوي، هات سمي حاج. بسم الله ما شاء الله، بسم الله اكبر، اللهم صل على النبي. ايه دي؟ وين اللي اسمه علي دي؟ ياجي يشوف اخوه واخته اللي رافعين قضايا من ورانا وحيخلوا سيرتنا على كل لسان. سيب علي ومرته في حالهم، ده من صباحية ربنا وهم في المستشفى بينقلوا دم للواد وما لاقينش فصلته. ربنا يجيب العواقب سليمه يا رب. أوه. البيت ده بقى يخنق. معلش يا ماما، انا عارفه ان احنا اليومين دول بنتقل عليه كتير قوي. ما انت عارفه ان الاولاد ما بيرتاحوش الا معاكي، وما بيرتاحوش مع اولاد عصام. طب يا حبيبتي، على العموم لو عملوا اي شوشره وضايقوكي ابعتيهم لي على طول، وسلامي لبابا كتير قوي. مع الف سلامه. مع السلامه. ايه يا جماعه ما بتاكلوش فاكهه ليه؟ بصراحه يا سلوى العشاء والحلو كتموا على نفسي. يا ستي خدي لك حبايه تساعدك على الهضم، وبعديها كلي فاكهه براحتك. وبعدين بقى هم دافعين حاجه من جيبهم اهو، كله من الاجزخانه. اكبر غلط ان الواحد يخلي معدته تعتمد في الهضم على عوامل مساعده، سواء الأدوية أو المياه الغازية. يا دكتور إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ده يوقف حال الصيدلية. لا 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 طمنا يا سلوى، ما حدش بيسمع كلام الدكاترة بتوع البطنة بالذات، لكن بيسمعوا كلام الصيادلة. وانت ما تتوسش يا صفوت، أي حد بيجيلك على الصيدلية عنده مغص ولا عنده صداع على طول بتديله دواء كده بمزاجك، لا بتستنى يروح لدكتور ولا يكشف. طب هنعمل إيه؟ ما هو ده لو ما حصلش هنفقد نص الزبائن بتوع الصيدلية، وبالتالي هيروح لحد تاني. بس كده غلط، مش كده يا عنان؟ طبعا ده ممكن ياخد دواء يأذيه، لان الدكتور اللي بيكتب له الدواء بيبقى كاشف عليه وعارف حالته ايه بالظبط، وبيديله الدواء المناسب لحالته. يعني مثلا الصداع ليه مليون سبب. يا دكتور احنا ما بنديش علاج، احنا بندي مسكنات. صحيح، امال فين علا وعلاء؟ دول وحشوني قوي، مش قلت انهم يمكن يجوا النهارده؟ هما ما يعرفوش ان احنا هنتجمع ونسهر مع بعض ولا ايه؟ عارفين والله، بس بصراحه هما بقالهم كتير ما راحوش السينما، فاكيد طلعوا من النادي على السينما. هما مش قالوا لك يعني؟ ايوه. معنى كده ان انا مش هشوفهم الاسبوع ده، والاسبوع الجاي الجامعه هتفتح، يعني بقى هستنى الاجازه نص السنه. كنا الاول بنتجمع عند ماما نفيسه خميس وجمعه، دلوقتي بقى صعب قوي. صعب؟ صعب ليه بقى؟ ما انا كنت عندها النهارده انا واسماعيل جوزي، واتغدينا وقضينا يوم جميل جدا. غدا انما نروح ونبات احنا والاولاد بقى صعب، مش كده يا صفوت؟ طبعا، ده الاولاد هيتجننوا، اتعودوا خلاص انهم بيباتوا في حضن ستهم حبيبتهم كل خميس وجمعه، ده غير الايام بقى اللي في وسط الاسبوع. نعمل ايه بقى؟ بنروح زي الضيوف نسلم ونمشي. معلش يا سيدي، ده ظرف مؤقت ولازم نستحمله. والجماعة ناويين ينقلوا بعد كده؟ ينقلوا فين بقى يا نبيلة؟ هم هيلاقوا فين مكان أحسن من كده وقاعدين ومبرطعين فيه؟ ده مش كده وبس، وببلاش. على فكرة يا سلوى، أي حد فينا ممكن يمر بظرف صعب زي ده وأكتر،
ساعتها ربنا هيبعت له اللي يقف جنبه ويسنده. والست بتمر بظروف صعبة. لا وإيه؟ أربع بنات، يعني لو كانوا أربع صبيان كانت المشكلة بقت أهون. مشكلة إيه يا دكتور أنت بتتكلم عليها؟ ده أبوهم عايش هنا في اسكندرية، وبقولوا ما شاء الله عنده قهوة قد الدنيا، يعني يقدر يجيب لهم أي شقة يقعدوا فيها. وهي قعدتهم مع ماما عاملة لها إيه يعني؟ على الأقل هم مونسينها وبيخدموها، بدل ما كانت بتبقى قاعدة طول الأسبوع لوحدها وبتكلم في نفسها ومحدش بيسأل عليها. على فكرة أنا لما شفت ماما النهاردة كانت زي الفل وصحتها كويسة قوي وصغرانة 30 سنة. فعلا أنا لما كنت عندها من كام يوم كانت في منتهى الحيوية والنشاط، والبنات بسم الله ما شاء الله مش مخلينها محتاجة حاجة. بكرة المدارس والجامعات يبتدوا ويبقوا يدوروا على حد يخدمهم. وليه؟ مامهم معاهم والست ما شاء الله صحتها كويسة. آه صحتها كويسة، بس يا دكتور ماما ست كبيرة وصحتها على قدها. طب وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ بصراحة يا جماعة بقى في حاجة محرجة قوي كنت عايزة اتكلم معاكم فيها، بما انكم موجودين انا هفتحها قدامكم. انتوا عارفين طبعا ان اخويا عصام محامي ومتخصص في العقارات. اه طبعا ده شاطر قوي. هو حد كسب بابا ارض المنشية اللي كانت واخدها الحكومة الا هو. المهم ان هو عرف موضوع قعد نوارة هي وبناتها عند ماما في الشقة، وقال لي خلي بالك ان هما لو قعدوا معاها سنة متصلة ممكن. ممكن ايه؟ ممكن ياخدوا الشقة مش كده؟ أيوة ست نوال ياخدوها، الشقة أجار مش تمليك. يعني هياخدوا الشقة منها؟ لا مش منها، يعني لا قدر الله في حال. فهمت قصدك، لو ماما جرالها حاجة لا قدر الله هياخدوا الشقة منها. بالظبط كده. ياه دي شقة غالية قوي، تجيب لها كام يعني؟ تجيب زي ما تجيب يا نبيلة. احنا ليه بنسبق الأحداث يا جماعة؟ احنا ما بنسبقش الأحداث يا دكتور، احنا بنتعامل مع الواقع، وبعدين الموت علينا حق، بس المفروض نعمل حسابنا لا قدر الله لو حصل اي حاجه نشوف هنعمل ايه. ولو فات سنه احنا يا جماعه مش هنقدر نعمل اي حاجه. ولو كانت ماما عايشه لوحدها ولا قدر الله برضو جرى لها حاجه، كنتوا ساعتها كلكم هتعملوا ايه؟ ولا حاجه، هنسلم الشقه لاصحابها، لان مفيش حد مننا مقيم معاها. وزي ما حصل لمدام اميره لما توفت ولادها رجعوا الشقه لصاحب العماره. بسيطه، انا ممكن اروح انا وجوزي والولاد ونروح نقعد عند ماما، على الأقل ما نفقدش شقة زي ديت في موقع زي ده. يا سلام، دلوقتي يا ست سلوى افتكرتي إن لينا أم ولازم نسأل عليها؟ ما كانت بتدلل علينا بعد ما اتجوزنا، بتشحت حد يسأل عليها حتى لو بتليفون، وحاولت تقنعنا إن احنا نروح ونسأل عليها أو نبات معاها خميس وجمعة. فينا اللي كان بيبات الخميس والجمعة معاها؟ وفينا اللي ما بيطقش يقعد ساعتين؟ وفينا اللي كان حتى بيستخسر يسأل عليها بتليفون؟ دلوقتي حلية الشقة وعايزين تروحوا تقعدوا مع ماما عشان تونسوها. حلية؟ حلية يعني يا ست نوال؟ هو احنا الشقة دي محتاجينها ولا طمعانين فيها؟ ما احنا قاعدين في شقة تمليك يا جماعة. والله انا كنت هعمل الموضوع ده عشانكو، انا مش من الورثة. يا جماعة بلاش الكلام في الموضوع ده دلوقتي، الكلام ده لو وصل لماما هتزعل جدا، وانتوا عارفينها حساسة قد ايه. حتى نوارة وبناتها لو سمعوا كلمة من اللي بتتقال دي أنا متأكدة مش هيقعدوا دقيقة واحدة في البيت. والست ساعتها هتروح فين؟ ما تروح ما تروح ما تروح، ما أبوهم موجود زي الشحن، يبقى مسؤول عنهم ولا إحنا لازم نبقى مسؤولين عنهم؟ أنت بتزعق كده ليه يا صفوت؟ أنت عارف إن أنا ما بحبش حد يزعق قدامي. وأنا عايز أعرف إيه بقى المسؤولية اللي أنت متحملها بوجود نوارة والبنات عند ماما؟ مسؤولية قانونية يا ست نوال، لو حد فيهم حصل له حاجة ولا عمل حاجة مين اللي هيتجرجر فيها؟ مش إحنا؟ يا صفوت قلت لك ما تزعقش، ويا سيدي لما يحصل حاجه ويطلبوك ابقى ما تروحش، انا هروح انت مالكش دخل خالص كده. ايه يا جماعه بس في ايه؟ احنا من امتى بنعمل ده مع بعضينا؟ احنا طول عمرنا كويسين مع بعضينا، ليه كده؟ على العموم خلاص يا صفوت، احنا بعد كده كل واحد يدور على مصلحته وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. وبعدين يا جماعه اسماعيل جوزنا نوال زمانه جاي دلوقتي، لو جه ولقانا بالمنظر ده يقول علينا ايه؟ خليه يجي والاستاذه تاخده وتروح هناك، على الاقل هناك في غنى ورقص وتكمل السهره تبقى لايف. طبعا اذنكم يا جماعه لحظه واحده. ليه كده يعني انا زعقت له؟ انت ناسي ان احنا في بيته؟ انت عارفه ان انا ما بحبش حد يزعق قدامي، واللي عاوز يتكلم معايا يتكلم بهدوء وادب. ويا ريتهم بيتكلموا في حاجه عدله، انما للاسف. والست هاني من الإنسانة الغريبة قال إيه؟ اتصلت بأخوها وسألته. نوال
الموضوع ده خلاص قفلناه، مش عايزين نفتحه تاني. ولو سمحتي ما تجيبيش سيره عن الموضوع ده لاسماعيل جوزك، الراجل هيقول علينا ايه؟ بنقسم ورث والدتنا وهي لسه عايشه، وقالتها شقه تمليك. اوكي يا جماعه، انا هستاذن انا اروح لاسماعيل عند مامته قبل ما يجي ويشوف شكلنا كده واحنا مش طبيعيين. وانت لما تروحي له كده هيحس انك طبيعيه؟ بس على الاقل هكون هديت ورقت شويه في الطريق. خدينا معاك يا نوال، يلا نبيل. على فين يا جماعه؟ مش احنا متفقين ان احنا نسهر النهارده سوا؟ معلش مره تانية ان شاء الله. مره تانية ايه بس، ده كلها يوم ولا اتنين والمدارس والجامعات هتبتدي، وانتوا عارفين ان احنا ما بنشوفش بعض الا في الاجازات بس. يا صفوت الجماعه عايزين يمشوا. ثانيه واحده خليك معايا. ايه يا جماعه ماشيين ليه؟ يلا يا نبيل. اي لا خلاص. لا خليها بقى على الصبح ان شاء الله. يلا مع السلامه. ايه رايك؟ اظن دي خطوه كويسه يعني، بس اتمنى ان هي تكون جت في الوقت المناسب. يلا يا جماعه بقى استاذنكم واشوفكم على خير. تعالي هنا. انت رايحه فين؟ هاخد تاكسي. يا سلام، يعني احنا مش هنقدر نوصلك؟ لا معلش، اصلا بقول لك ايه، النهارده لا في عياده ولا يحزنون، ثم انا عايزك. اتفضلي. حاضر. يلا يا ستي يلا. ده مستفز. لا بقى ولا مؤاخذة، انتوا الاثنين ما وصلتوش للي انا عايزه. انتوا يا دوبك وصلتوا لحاجة صغيرة قوي، لكن الهدف الأكبر ما وصل لكمش. هدف أكبر؟ أيوه هدف أكبر. صفوت ومراته كانوا مخططين إنهم يروحوا يعيشوا مع ماما من قبل ما تيجي نوارة وبناتها. ولنفرض، طب ما ده اللي إحنا كنا عايزين، كان نفسنا حد فينا يفضى ويقعد مع ماما بدل ما هي قاعدة لوحدها. وهو ربنا هو كرمها بنوارة. ربنا كرمها هي، إنما هو كل خططه باظت. ايه خططه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عنان؟ مره تقول هدف اكبر ومره تقول خططه. ايوه، صفت ومراته كانوا مخططين انهم يروحوا يعيشوا مع ماما علشان لا قدر الله لو حصل لها اي حاجه يستولوا على الشقه. بس ما تنسوش ان هما كمان عندهم شقته. يا ست ذات الخير خيرين. طب ممكن بقى حضراتكم تفسروا لي ايه معنى المحبه والحنان اللي نزلوا فجاه على ست سلوى تجاه والدتي؟ معاك حق، أنا نفسي استغربت. سبحان مغير الأحوال، حد عارف؟ على كل اللي أحب إنكم تعرفوه إن مدام الفكرة دي جت في دماغ صفوت وسلوى مش هيتراجعوا عنها أبداً، وهيفضلوا يعملوا كل الحيل اللي بيها طفوش نوارة وبناتها. يعني إيه؟ إحنا هنفضل في الصراعات دي؟ حرام عليهم كده، ماما ما تقدرش تتحمل كل المشاكل دي. والست الغلبانة دي هتروح فين هي وبناتها؟ ماشي يا صفوت، ماشي. كدت بقى ان هي دي العمارة؟ الواد بيسا هو اللي جابني هنا، حتى قال لي ان البواب بتاعها اسمه عم رجب. يعني اتأكدت ان كلامه مظبوط؟ سمعت واحدة بتناديله بتقول له عم رجب، حتى بالامارة هم ساكنين في الدور الرابع. مين البواب؟ بواب ايه يا عم بس؟ وانا معقول هنسأله البواب؟ ايه يا عم مرسي ده كده يشك فينا؟ بص باين عليها اللي جاية هناك دي. بقول لك ايه؟ شوف بقول لك ايه؟ هي دي بقى. اما عاوز شفت اللبس اللي جايبه لي من المدرس يا ابوي؟ دي بتاع اعدادي المدرس شارني هنا. زين يا بنت زين، مبروك. انا كنت بوري لابوي اللبس اللي انت جايبه لي يا ماما. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قومي يا زهر اعملي شاي لابوكي. حاضر يا جد. ايه ما هانش عليكم تدوني خبر وصولكم المدة دي كلها. ليه؟
هو علي وعبد القادر مش فاتوا عليك يوم ما وصلنا ودوك خبر؟ ايوه بس كنت مفكر يعني انها تيجي منكم. معلش. حقك علينا. اسمع يا نوارة، انا لو كنت قصرت وياكم الشهور اللي فاتت دي في المصاريف فالذنب مش ذنبي، ذنبكم انتم. واني بقول لك اهو قدام خالتك اللي في مقام امك وقدام بنتك اللي جاتني وقلت لها شروطي اللي لو كنت نفذتوها كنت هتكفل بيكم كلكم من صغيركم لكبيركم، بس ما حدش عبر لي. ده معناته ايه؟ معناته ان احنا رافضين شروطك ومستغنيين عن فلوسك ومستغنيين كمان عن طلتك علينا. طلتي؟ جنيتي ولا ايه؟ عجبك الكلام ده يا ام الدكتور؟ قوليلي كلامها لدد عليك ايه؟ خالتي مالهاش دخل بالبلاتنا. اقعد اقعد يا نوار. ليه يا بنتي ماليش دخل؟ هو انا مش في مقام امك زي ما هو بيقول؟ عارف يا فواز، لو انا امها صح انا ما كنتش خليتك تدخل من الباب ده، وكنت كمان ما خليتكش تشوف بنت من بناتك طول العمر. جدان. طيب يكون في معلومك يا نوارة، انا من النهارده هرفع قضية واضم البنات ليا، واظن كلهم في سن الجنوني اللي يسمح لي بضمهم. وريني هتعمل ايه عاد. خد الباب في يدك. مرة خراب البيوت، انا لا عاوزه اروح لها ولا عايزاها تجيني. مش دي المخفيه اللي اسمها مجيده بنت الدجوي؟ ايوه هي. شوف البيت بعد ما خربت بيتها بيدها وفضحت جوزها والغلبانه نواره وطفشتها هي وبناتها من البلد، ما صدقت شافت مدبولي الا وعايزه تكلمه، بتتمحك عايزه ترجع له. طبعا، ما هي اصل ازهار اللي كان حاطط عينه منيها وعايز يتجوزها طافشت هي كمان. هي مفكره ان مدبولي هيرجعها، لكن ده عشم ابليس في الجنه. وكلام في سركم، هو يوماتي بيكلم ازهار في السكندريه بالتليفون، اصل هما التنين حداهم تليفون، واكيد اكيد بيزورها. أمال إيه؟ أم كيداهم بتجيلها الأخبار أول بأول. عن إذنكم، أنت يا بت اللي طلعك من البيت، إحنا مش قلنا إن رجليكي ما تعتبش برا البيت، ولا أنت ولفتي على مد اليد عشان تسمع الكلام؟ يا أخويا أنا زهقت من حبسة البيت ورايحة أطل على عمتي. لفي وارجعي لعمتي ولا خالتي، عايزة الناس يقولوا علينا إيه؟ بنت الدجوي من ساعة ما اتطلقت وفلت عيارها. يا اخويا انا من ساعة ما اتطلقت ما طلعتش برا البيت. اسمع الكلام وعاودي، ما تخلينيش اضربك قدام الناس. خلاص يا اخويا خلاص، هعاود هعاود. جبري لمك. انا اللي قاطع في قلبي يا ابوي ولدي، الواد خاسس ومهيألي انه صغر. وانت احن عليه من امه؟ لا، بس انا حاسس انها مهمله فيه. انت قصدك ايه يا ولدي؟ قصدك ايه؟ انت عايز ترجعها ولا ايه؟ انا ما قلتش كده يا ابوي. ما هو كلامك معناته كده. ناسياك اللي عمل ابوها فينا واللي عملته هي في عمتك نواره وبناتها، ده طفشتهم من البلد يا ولدي. اياك يا ولدي تفكر انك ترجعها. ليه بس يا بوي؟ عشان خاطر الواد. واد مين يا بنتي؟ يا فوجيه، دي لما قابلتني كان عفريت ركبها. والله يا بوي انا حاسس ان الناس دي بتطلع كرهها لينا في ولدي.
تقولش كده يا مجبولي، ده مهما كان ضناها، والأم مهما كانت بتحاجي على عيالها وما تستحملش كلمة وحشة عليهم حتى لو من أبوه. المجيدة مش وحشة للدرجة دي، وإن كانت غلطت نار الغيرة يا أخويا، نار الغيرة. الست مننا ما تستحملش تشوف جوزها مهتم بواحدة تانية، النار بتاكلها، خصوصا لو كانت الواحدة دي جميلة ومتعلمة. شوف يا بنتي، المرأة اللي واثقة من نفسها ومن جوزها ما تتصرفش التصرف المجنون اللي عملته مجيدة ده. اهو انت اهو، ربنا يكملك بعقلك. لما رجعت من السفر وعرفت ان نوارة اتطلقت من جوزها، خدت جوزك ورحت زورتيها زي كل سنة. لا ومش كده وبس، جوزك خد اخوها ونزل اسكندرية اطمن عليهم وعلى بناتها وقام معاهم بالواجب. واحدة غيرك كان الشيطان لعب براسها وقالت جوزي كان رايدها زمان، انما لا، الست اللي واثقة من نفسها تتصرف زيك بالظبط، مش تقوم تلوش وتلطش في الناس وتوقع الناس في بعضيها. انا عندي رأي يا ابوي. قول، بس اياك تقول لي انك ترجع مجيدة. لا يا ابوي، انا رأيي والرأي رأيك ان اختي تروح تطمن على الواد وتطمني وتروح لهم البيت. بلاش البيت يا بوي، تبعت لها وتقابلها في اي حتة، اهو منها بعديها تشوف الواد وتطمني عليه. اختك قدامك هي سمعاك. ايه رأيك يا فوجية، تقدري؟ هحاول يا مدبولي. حاضر. الحق علي يا اخويا. اهدى، ما تعملش في روحك كده. اهدى ازاي؟ انا عايز اضرب روحي بمية جزمة قديمة. اسم الله عليك يا اخويا، انا ازاي اطلع من عندهم من غير ما اولع فيهم؟ انا فوز الدليلي الدليل ما عايزين اشطلتك. ربنا يحفظك ويحفظ طلتك. هي حصلت الولية الملعونة دي تجسي بناتها علي، اللي ما فيه بنت منيهم قابلتني باحترام. يا اخويا اللي بيحترم روحه. ولية غريبة، كل اللي بيحصل له ده من تحت راسها الناشفة ما عندها شيء. انا قلت يا هاد جهز الجيد، بقت منكسرة ومحتاجة لوقوفة جارها. قلت كمان احذرهم من الناس المتربصين بينا دول، قمت تعمل فيك ده؟ لا، وخليتها مقوياها وبتقلي ادبها عليا قدام بناتي. قسما بالله العظيم أنا لولا احترمت سنها لكنت سفحتها قلب ما تقومش من واصل. أيوة، وتودي روحك في داهية؟ إذا كانوا هم يا أخويا مستغنيين عنك، إحنا محتاجين لدفرك. لا، وأنت مفكر إني أسيبهم ياك؟ مبقاش فواز الدريني، لما جبت راسك يا نوارة في الطين وخدت منك الأربع بنات وحصرت قلبك عليهم بالكلمة.